السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم نحضر معكم كيكه رائعه جدا، كتجي راقيه، كيكه فخمه لا في المذاق ولا في الشكل. ان شاء الله تبعوا المقادير وشكرا بزاف لكم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 18 غرام من الكاكاو المر، 100 غرام من السكر، 65 مللتر من الزيت، 65 مللتر من الحليب، 3 بيضات، 150 غرام من الدقيق خاص بالحلويات. كنحتاج 16 غرام من خميرات الحلويات. هنايا جبت خلاط كهربائي، فيهم 3 بيضات، يستحسن عدم ادخالهم للثلاجة اي يكون بحرارة المطبخ. ضفت عليهم كأس من السكر. بعد ما خلطناهم كنكبوا الزيت، كنضيفوا ايضا كأس من الحليب. كيف ما كتشاهدوا عنا هنا في الصورة، كنضيفوا خميرة الحلويات على الدقيق باش تعطي المفعول ديالها. وكنخلطوها بملعقة صغيرة، وهذا الخليط ديالنا بعد ما خلطناه كنضيفو عليه الدقيق دفعة واحدة، وكنضيفو عليه الكاكاو. هنايا بعد ما خلطنا الخليط ما كيجي لا خفيف ما ثقيل، كيجي معتدل. هنايا دهنا واحد المول بالزبدة ورشيناه بشوية دقيق. هنا استعملت البول اللي كيتحل بالجوانب، صبيت عليه الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره. وهنايا ندخلوه للفرن ب 180 درجه، وكندخلوه للفرن لمده نصف ساعه فقط. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجي الوصفة ناجحة 100% ومضمونة، كيجي هشيش ومنفوخ نفس الوقت. وهنايا قطعت لكم واحد طريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيف ما قلت لكم كيجي منفوش من الداخل وكيجي عالي بزاف كما كتشاهدوا. زينت هنايا بدانات كراميل وشوكولا فيرميسيل. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. متنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم